عدد من المواعيد الثقافية والفنية رح نعمل جولة مثل العادة على أقربها، ومن بيناتهم بتنظم جامعة روح القدس بالكاثوليك أمسية تكريمية للفنان والمرحل والملحن الراحل حليم الرومي من تنظيم كلية الموسيقى. رح تتضمن معزوفات موسيقى وأغاني من أعمال الرومي، والموعد نهار الأربعاء 11 تشرين الأول الساعة 8 المساء على مسرح جان بول دو، ومنسمع غني من ألحان حليم الرومي. غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني، غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. من الكاثوليك منروح الى الحمراء البلو نوت كافيه اللي قدم نهار السبت فرح مخول، بتابع محطاته الموسيقيه نهار الاربعاء 4 الشهر مع انس صباح فخري، نهار الخميس 5 الشهر مع فرقه وحدن، الجمعه 6 الشهر ولكل محبي الجاز كول درايف، والسبت عفيف مرهج والفرقه. رح نسمع فرقه وحدن. موعد جديد من جامعة الانديو ومؤسسة اميل شاهين للثقافة السينمائية مع عرض لفيلم جديد، والفيلم اليوم هو The Artist انتاج عام 2011، حيز على 5 جوائز اوسكار من بيناتهم جائزة افضل فيلم، افضل مخرج وافضل ممثل. الموعد اذا اليوم الساعة 7 المساء بالانديو، والدعوة عامة ومجانية. نحن على موعد مع 3 أمسيات بكازينو لبنان رح تجمع سينتيا كرام وطوني عيسى. هالأمسيات فنية من تنظيم جان كيروز وفرقته الموسيقية، 26 27 و28 شهر إذن على مسرح كازينو لبنان. رح نسمع من طوني عيسى. لا تنسى تسأل عني وين مريت بهاك الحي، لا تنسى تسأل عني والورد اللي دفلت بالفي، يمكن لك وقعت مني والورد رح نتابع مع مهرجان مشكاليا اللي بيعطينا نهار الأربعاء عدد من المحطات الثقافية والفنية مثل محترف لرأس الفلامينكو على الساعة 5، الساعة 7 مسرحية تأثير سوريا، فيلم أحلام معلقة للمخرج جان شمعون على 8:30، بيتابع هالنهار الساعة 9:30 مع أفلام الشباب، و10:30 ختام النهار مع موسيقى مرتجلة على خشبة مسرح المدينة بالحمراء. رح نشوف مشاهد من فيلم أحلام معلقة للمخرج جان شمعون. وجه بحار قديم. MCF Media Awards مع موعد جديد السنة كمان لتكريم أسماء كبيرة بمجال الصحافة من كل أنحاء العالم. الأمسية السنة رح يحيى الفنان رامي عياش، وموعدا نهار الخميس 12 الشهر على مسرح البيال. نرجع كمان مرة إلى عروض الأفلام. بتدعي بدايات إلى حضور الفيلم الروائي نساء بلا رجال إخراج شيرين نشأت وشوجا أزاري، ومن بعد الفيلم رح بيكون في حلقة نقاش حوله. العرض بكرة 3 تشرين الأول 8 المساء بمقهى روى بمان مخاير. مثل يك فكر قوم شده در فضا بمن میگفت اگه خودتو رها کنی.
نحن على موعد جديد مع فرقة ستامب يلي سبق وزارة لبنان قبل، وعلى موعد معها بأمسيتين 17 و18 شهر على مسرح كازينو لبنان. هالفرقة يلي جالت كل العالم بعروض مميزة، ناخد فكرة عنها. مع فرقة ستامب بنكون ختمنا جولتنا على المحطات الثقافية والفنية. هلا خلونا ناخد فكرة أكثر عن أحوال الطرقات. المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط، ومع أكيد رح ناخذ كل التفاصيل عن حركة السير بهالأثناء. اليوم الاثنين بداية الأسبوع، ضغط كتير، وأكيد معظم المدارس خلص فتحت أبوابها، كل المدارس فتحت أبوابها. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل بالتفاصيل عن حركة السير حاليا. نبلش من المدخل الجنوبي، مثل ما بين قدامنا المدينة الرياضية عم تكون حركة سير كثيفة باتجاه الكولا، من الكولا كمان عم تكمل حركة سير كثيفة باتجاه نفق المودي على الوسط التجاري. عنا كمان حركة سير ناشطة من الحكمة أشرفية باتجاه برج الغزال، برج الغزال كمان عم تكمل حركة سير ناشطة باتجاه برج المر، لتصير حركة سير كثيفة من برج المر باتجاه تقاطع شارع الحمراء. شارع الحمراء حركة سير طبيعية حتى الساعة، ما عندنا ضغط سير. بالنسبة لأوتوستراد شارع الحلو باتجاه الصيف حركة سير ناشطة، وصولا للصيف مثل ما ذكرنا الصيف حركة سير كثير منيحة، ما عندنا كثير ضغط. بنكمل على الخط البحري لبيال البورش، كمان حركة سير اليوم ناشطة إلى طبيعية، ما عندنا كثير ضغط سير. حتى علم رئيسة، علم رئيسة كمان عم تكمل حركة سير ناشطة باتجاه الروشة. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة من السيد باتجاه أوتوستراد رئيس إميل لحود، وصولا حتى الكارنتينا حركة سير كثير منيحة. أما نرجع على العدلية، على جسر العدلية باتجاه الأشرفية حركة سير كثيفة. عندنا كمان حركة سير كثيفة من العدلية على مستديرة العدلية باتجاه المتحف، من المتحف باتجاه البربير حركة سير كمان كثيفة بالاتجاهين. كورنيش المزرعة كمان عندنا حركة سير كثيفة مثل ما بين قدامنا. بالنسبة لمدخل الشمالي حركة سير كثيفة من دبي باتجاه أونتلياس، أونتلياس كمان تكون حركة سير كثيفة. كذلك الأمر عنا على الطريق البحرية حركة سير كمان اليوم كثيفة باتجاه نهر الموت، نهر الموت عم تكمل حركة سير كمان كثيفة على المحول ناشطة باتجاه الدورة. هذا كل شيء لحركة السير. الحوادث سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث للأسف نتج عنهم قتيلين و6 جرحى. أما حظر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلي كمان بال 24 ساعة الماضية سجل 991 محضر. نعم. أكيد الاتصال بغرفة تحكم مرور الاتصال على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر @TMC Lebanon والفيسبوك هو غرفة التحكم المروري. نعم، شكرا لك المشغل جوزيف غاوي، بنتمنى لك نهار حلو. فاصل ومنرجع منتابع أخبار الصباح.